الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، اللهم ألبى آذنت بأن يقرم وأريسينا أذنتنا وأريسين أذيننا وقراش مرك هلك عادي وحدي كخل دين اسكسح عنو متكو قرية كي كلا عن حال أقليم قرية قد طلبات وحال الإيفا إذا السمر إن في الصومالي قد عمال لدو مرك قد كي يقان وقبل أبنين تاس قرعة إيه مرك وفايلة أدو في عن جزاء الله خيرا ولالك حديثك لبي تمنات شنبق ودي لبو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحيري أبو هريرة والله ما كنت أرتيه الذي الله سو الله سو لا إله مت حق لغو عبد آن الجن إلا هو إساق مويان أبو هريرة داران يا دارتنا ماها دارها إنك عن دارنا أوكال أما تاني سومالو دهان دار عرباتك والله العظيم تإسك ترد بضان وإلهي لا يؤخذكم الله ويري ماها لكن وحلا تابان كار يكون دارنا يا والله ما كنت دارت الذي الله لا إله أي لا معبود بحق يعني مد حق المعبد أن جن إلا هو السجن بويانه إن كنت إنه شأني كنت وحانها لا أعتمد مدكي عسكذا بكبدي بيركيغة على الأرض دولك كحجية أما كحجية من الجوع من أجل الجوع كاجة درتي بيركة تقول سمير هذا كاجة انتي كبضة تبو بيركة دولك دكتي دولك وحن كحجين جري بي بيركيغة أما بيركة دولك نارة سارن جري كاجة درتي وإن كنت لأشد أو لأشد الحجر على بطني وإن كنت حانا هدنا لأشد متكي كؤكايا الحجر لقح على بطني على وشي من الجوع قاجة درستي قاعدة انت قبضتو ان حجي وايو وانوات كي سموايو اي واحد دي اجرتي ان انحرك على شكو حكتو كل قصده اما بارك الوكا دكتو ولقد قعدت مالين بان فريسي يوما اما ولقد قعدت يوما مالين بان واحد فريسي على طريقهم ودودو ذا الذي غدا سيخرجون منه اي كسر بحيا يعني كاجد انتو ادكي سنواي جك سنواي بقولي سي كسر بحيا كدي منو خو فريس ودا ماشي دتكم مريا حرا مركا انو قفو انت كو برارو ابو هريره انا كان بيرغ انت او كحاي وهون سي يعني كاجد درت بيقول فمر بي النبي نبي اي سومر سومر ما خصناس مر بي وحاي سومر النبي نبي صلى الله عليه وسلم سو بركا فدي ودا فتبسم نبي مركو ودو لعد حين رآني مركو أرك مركو أرك إنان وددس ميل مفديو أي نبي انتو ساي معركتي إيسو إيغي ودو لعد وعرف وهنا قرت ما في وجهي وجهي وحا كم مغضى يوما في نفسي نفس الديدة وحا يدريمي سلم الضريب نبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة رب السلام عليهم ما هاي قائد رسول أنور بكهي ضد كان إلهي وصدر لنا رحمة للعالمين رؤوف ما تكملك الله رحيم صلاة ربي وسلام عليه ولا سعدي حديث يعني ما أنت على غير بقى إن نينك ما راح ذا وصمر بقى وهين بقى ضد كوزير ذا وآه أما كبنت كيسي حالة دود لكن ولا سعد صلاة ربي وسلام عليه هو إدري ما بيه ثم قال وحيد أبا هل أبا هريرة كلمة مركة دل على قد كيو أي مركة المدى هذه قل لبيك يا رسول الله رسول الله لك أجيب قال الحق صح عليه صبح ومضى نجي مركة دقائق فاتبعته أنه الراعي فدخل مركة سوق قالوه فاستأذن هلك اسكسح مركة فاستأذنته يعني وان إذن ضل بضي فأذن لي ويقال هذا فدخلت مركز سنقلي
إذن halkaa marka inaad iska saxdaan fa wajada nabigu wuxuu helay labanan caanu helay oo fi qadaxin marka farow ama aragaleen ama galaas weel lagu caba ku jira faqaala wuxuu yihi min ayna hada laban caanaha halkuu ka yimid inta laga keenay qaal waxay dhaheen أهداه لك فلان أو فلانة هبل أم هبل أفهم بوشي يعني راوي قرن لا راوي حسوس وحير قم بكوس هدي قال في الأباهر المركب أبو هريرة الله صعده أنا أنا والله هلا جهدنا وهي أبو هريرة مركب سويتو إلى هذا وحير أبو هر أبو هريرة قلت عن ربي يا رسول الله رسول الله قال في الحق إلى أهل الصفة راس صفوتك فادعهم لي إيوير قالوا صفها وعدد كي تدبعتن كجاري إسحاق رسولك صلى الله عليه وسلم كم يدها أو مزيد كرسولك ضع كم يد الجنا أو رأي مال أي كسر العصدان تجاري وحباء عن الله هل كان فدي يجري وعي وحيا ما أرتي برنجري أو وحباء عن هيك سنوح الله هلا لسنجري ذاتك فوق رضي هاي أبو هريرة قال أصلا مركب كجري هذا مكة تكتان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد صلى الله عليه وسلم وبدنا ما دركت الماشة ذات كوعي مركة منبر النبي صلى الله عليه وسلم مركة دوب هذه قيت الدم لأنك صار هذا التوسيع على بدنا أي إسكت درت لكن ما لي رو أي مقتل كو قرنت هاي وجان وجامع قن هذه هذا ما عكلا وحكر سكر الله قرأ ملاك ترتري هل كهبي في ريسن جري تدباتن كل هل كهسه هو يوهن جري أما ما أي ما عرفتي أي مسجد كد جناين ilmi nabiga marku xiri ahlu sufahas wa gruubka abu hurayra oo ka tirsanaa ee fuqarada ahaa ee masjidka qayb ka degana igu yar buu qala wuxuu abu hurayra noo ramay wa ahlu sufati adyafu alislam wa dad maaragtay islaamka adyaftiisi wey laa yawun cala ahli isaga noo sheegay ahl umad dumaan walaa maalin xoolana kama dhaco oo aadaan mala walaa cala axad dad meesha degan wey oo meelo kala duwana ka kala yimid ahalna aan ka dambayn xoolana aanay ka dambayn ciday u tagaan la hoydaan wax la cunaana aanay jirin wa kaana marka wuxuu ah nabiga sal allah alay wasalam ida atathu sadaqatun sadaqa markay u timaado bacaha biha uu u diri jiray ilayhim iyagu u diri jiray sadaqa marka loo keeno qoladaha loo geeyo ilan waa xer halkaa ku jeelna wa jooga oo u baahan cid marka tiritaareysa ka warhaysa nabi marka wuxuu soo gaaro iyagu marka siin jiray walam yatanaawal minha shay inagu waxba kama qaadan jirin ila nabiga sadaqada ma qaato salawatullahi wasalaamu calayh wa idaa atatu hadiya haddayse hadiya u timaado arsala ilayhim u diri jiray wa asaa minha waxna waa ka qaadan jiray wa ashrakahu fiiha wuna la wadaagi jiray waxba ka siin jiray nabiga hadiyadu ay u banaan tahay inta ugaga baahan yahu ka qaadan jiray inta kalena iyagu ku celin jiray wixii sadaqa ahaan duuduub sida nabiga sal alla alay wasalam intuu diru gacanta ka gelin jiray qalyaxas fasa'anii dalik abu hurayra markuu noo waramay nin gaajaysan oo gaajo darteed intuu xamili waayey dibadda intuu usoo baxay wadada yaruuro halkaa fadhiya oo meeluu ka bilaaba lahayn markuu nebiga arkay nebigana uu keena meel caana u yeel caanahan waxa ugu fiican oo laga dharga ay tahay oo la dhammo halkii uu keligii loo dhiibi lahaa koobkii baa waxa la niman kalm u yar qolal kalm yoon hal koob arrinkaa marka fasa'ani dalik arrinkaa xoogaa ima cajabin buu yiri faqult xoogaa maaragtay ma jeclaysa markaasaani waxaan is leeyahay buu yiri wamaa hada laban fi ahli suf anahan nimankaa aad ogey oo saaxiibada ah oo halkaa degan oo wada gaajaysan oo adigoo kale ah muxuu koobkan caanaha ka taraya ma isweydiiyey kuntu xaq an usiiba min hada llabani shurba ataqawa biha anaa ku xaqnima badan oo iyaga kaga leh inaan wuxuun aan firiqa siiyo in yaroo ka dhammo si aan ugu awood u helo xoog u helo oo energy aan u helo anaa kaga mudan buu yiri maxaa yeele ana xaaladeedu waxay gaartay heer aan bahashii xajii waayo oo dibadda usoo baxo maantanada anaa dul taagan marka maxay ahayd buu leeyahy marka faidaa jaau waxaan isaga isweydiinaya faidaa jaau hadday yimaadaan
وأمرني نبي أنا أوفر، فكنت أنا أعطيه ما سينيا يعني. نبي مركي دت كان يدك أوير والله أوير أقبل لسي خلاص، وما عسى أن يبلغني من هذا من هذا اللبن. أم حاجة سو جاري مك هديني منك أنتان ماشي اسكه الدان صاك حاجة عيار سو دي مادان أنتان وقعدت الله هيسو وحكى له عن هيسو ويح الأصل طور ونكون هذان كوب كان أوير أن أنا أنسى وقعدت سنة نبي هذان أمر إتو إسير أن يمنك وحكسي عنا هبل مينه محيسو محيسو هاري الدان أبنه. لكن ولم يكن من طاعة رسول من طاعة الله وطاعة رسول بد هساها تبير وحام مرنا بقى لغم هرمين أو لو خسبين إله رسول كيس إله كان سن رسول كايري ويري قادة ونفتها كاسار توي فأتيتم مركز أني مكو إمن فدعوتم مركز أني ياري ويركالي فأقبل إيون ويسوق قبلين واستأذن وإذن ضلبين فأذن لهم نبي مركو إذن سوقل وأخذوا مجالسهم الكي كفري سن لها من البيت قرين ويفريسان وأن من كالي مركو نبي يري يو بيدريمين ماشان إن مركا ما أنت حول الجوس عيل السير إيه هون نلقون ولا هذا ماشي إني جرا قال مركو في أبو هريرة شكل النور يا باهر أبو هريرة يعني قال وحن لها يا مركا النبي صلى الله عليه وسلم يا باهر قلت وحن ربك يا رسول الله رسول الله كو أجيبه قال وحن خذ أنا هنقاد فأعطيهم يغسيه سوى قديسين قال مركو حير فأخذت القدح أرجلنكي أما فروا يحديه لهي أما كوبكي عنها كجري بان قال فجعلت أعطيه الرجل مركسان بالله بأن انقف نصير فيشرب وعنه دمه حتى يروى إلا أقع كان هذا ثم يرد علي القدح مركز يقص علي كوبكي فأعطيه الرجل هذا نقف كلام سينيا فيشرب مركز دمه حتى يروى إلا أوقعه كان هذا ثم يرد عليه القدح مركز ويلك يوسو علينا فيشرب مركز هذانا قف كان مركو يوسو علي كذب ما يشان مركة وحام فأعطيه الرجل مركة وجدت مركة هذا نين كلام سينيا فيشرب اسنو رمايا حتى يروى إلا أوقعه كان هذا ثم يرد عليه القدح مركز يوسو علينا حتى انتهيت إلى النبي إلى النبي مركة انكسو قال تكير ربا انكسو الصفي بيوري نبي مركة وكان ولكن انت ولا رمايا. وقد روى أو روي القوم كلهم وقد روي القوم كلهم ضدك يؤمن عنه ويكع كان هذا ويكدر جيل ولا ظلمنا فأخذ القدح نبي وصاق على كوبكي فوضعه على يدي مركز قعنتي ساري فنظر إلي مركز ساعني إيسو يلوي فتبص مركز الولع دي أبو هريرة وكنت أجن تاولي فقال يا أبا هر أبا هير أبو هريرة قلت حن لبيك يا رسول الله رسول الله كو أجيبي قال أبو هير بقيت أنا وأنت أبو هريرة أني أدي أظهرني نبي أبو بها يصم قلت صدقت يا رسول الله ربا شكتبان رسول الله قال أبو هير أقعد هذا أدي فريسة فاشرب عنها دم فقعدت وان فريسة فشربت عنها دمي فقال أبو هير اشرب أنا كعشو ما كلاوت فشربت دان هذا كان وسيل دم فما زال يقول اشرب نبي كم الزور إن يوسع لين يدم أنا والله دم بيان ولا عباس وما دم حتى قلت إلا أن الله والذي بعثك بالحق متك حقك وصى صار كل بارتي ما أجد له مسلك ما لا إنجليزي ولا ما لا عنه مران ما له يستوي خلاص هل كاسي جاكت ما عندنا لهم كل عشت قال مركو حرف عريدي بل اتصي فأعطيت القدح ويلكي ومدي عنها كجري فحمد الله تعالى إلهي ومها النقل وسمى إلهي ومها بسم الله بي. وشرب الفضة انت سهرتي بالنبي صلى الله عليه وسلم نظمي رواه البخاري. هذه كان طبعا كليسة دروسة رياض الصالحين مركة اللقاء الله باب الزهدي حديث كان إصيابة درسية ومنه نين كان هذا إنه الرمي وأبو هريرة هذا الصحابي الجليل وحديثه أبو بدن وريه أو يري ذاتك أني أساق جاية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد حياة هاي حالة دقتائية بير الليئة هل كان مركا
meheradooda iyo businesskooda iyo tijaaradooda dareeri jireen. Anigu saxaabay mahay biir halkaas un baan fadhiyey. Waa markii uu ka jawaabay su'aasha ahayd maxaa keenay in Abu Hurayra ogaga axaadiis batay dadka kale. Abu Hurayra samantana Cabdiraxmaan Sakhr baa laga sheekeynaya, taas waa qodob in dadkuna ay ogaadaan أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه نمنك الهجمة الاستشراقية على هذا الصحابي ويرك أي كهيا نمنك استشراقين تي المستشرقين تي لغوية أورينتاليستيسك دراسات كحديث كمركي ربعا إني ويرران أرتو إن أبو هريرة لقب الله لأن أبو هريرة يشكل البوابة والبابكي أحاديث اللي قسو قلها إلا أبو هريرة حديث سوق لغا سارو ليرا وحاوما هاي أما في السود وحكاك عوي حكم الجيران أما حديث السجع سمجر هدي له حديث حديث نوع هرويري صدرت بوار فوق على وحلو أن كسر شيء كير إنك مع خلدن أبو هريرة كعاي مالها كو قرب إثنا خاتمة السكلا النقطة ضد فرب بعضنا حضر كيسا أدور أبو هريرة ضل عن أرضه أبو هريرة مركة علمي كان وأنا واتي النبي قد دعي صلى الله عليه وسلم وسوى حمام كوجر هلك دوري والنبي قد دعي وفرق في السلير مركة صلى الله وقر ومن من ذكر انا ارك وليه جاجه درتي حديث كان ما امام دونتا او انت تنكسي فافاسن نو شي دون جاجه ده وخير انت انا ادكي سنه وخا غاري جري هير ان ما عرفت باك لو كو يعني هير وخا غاري جري بيرو دغ دغ حلوشه كو خرت المهم حالدا مركي او سو غل النبي صلى الله عليه وسلم مركو سا او صبحي ابو هريره نو اركي او غرتي حالدا مركا او كو جيرو نبي هو يرى صلى الله عليه وسلم ما كو سو ساري إيه. حاضر بهاني يما دي هنا كو غرت صبح قال مركي اللي تي كدي النبي صلى الله عليه وسلم درسي وبر مركي درسي عليس كي سره او اه هرت وخا لا باراي وخا ددكو اني ودا قيب سدان هلكا كان مركي وخا لا قيب سنين وا قيب سي اسلام كو شيغي ما ها مركان اشتراكيه ده ام هنتي ودا غرمنا انان ادله او سمين نيون كي هنتي ودا غي بريغي مركي هنتي ودا غو سو دبالا ودنكي يميلها ودمد عربيد مركي لجي ayaa markii waxa daliil baa la raadinayaa kan rasuul ishtiraaki abu hore ishtiraaki dareesh abu dhar ishtiraaki wuxuu wala la wadaag jiray waas ka taqaan wadaad xumo wadaad xumo ade malka suwaad jooga markii wuxuun mid calmaaniya mid ilaahay rasuulkiisa ka furtay oo rabo inuu ummad wax marsado niman u sabciyo wal heli mar walba ilmihim waxa la baray in dadka kalena laga fakaro abu hore haday xaaladu sidan ay tahay kuwa kale waxaa jira kaba daran النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي وعن طريق التجربة كوكا صلوات ربي وسلامه عليه مولا نغلى ضد كاس ونقح أبو هريرة رضي الله عنه حديثه كان من هم أهل الصفة دي اللي يقولها والضد لا يبون على أهل ولا على مال ولا على أحد دي لقيحة ديفينيشن كلمة أهل الصفة إلا لو ضدك مزيك دع كاملة دقن وهلك هوي هرقل مرة وآه oo reer iyo xoolo wax ka dhacana ayaan jirin kuna nool intii hore nabiga u soo tuuray iyo saxaabada u soo tuuraan dad saasay ahayn ilmuhim markii abu hurayra loo diray dabcan hadaladan uu meesha uu sheegayo macnaheedu abu hurayra inuu yiri rasuul allah haddaan xoolaha nabiga kama hor dhihin mana aha aadaabta saxaabada rasuulilah sal sl laakiin wax kan yajuul fi khaatiro wax marka isagu isiri weyo qalbigiisa dabcan marka waxaa jira waxyaaba badan oo qofku isaga isla hadlaya bal hadda hadda baxo oo aan dadka u yeero intii yar aniga nafta ku ceshan lahaa bal hadday ila qaybsadaan maxaa iga soo gaari doon ahlu sufu waa dadka dogeydo iyagu iska gaajaysan oo hadday meesha yimaadaan waxba ma koofka kan waxaan odhan marka isaga islah yani waa khitaab hadal marka yujuud fi khaatiro ilmuhim markay meesha yimaadeen oo ay fariiseen nimanbaba nebi wuxuu yihi hebel ugeey hebel ugeey hebel ugeey abu hurayra waxaa la baray darsi baa la baray darsi ah إن دقك كان الله هرمري ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إلى مركو أمانة بعير دتك أنصار طوال أمان حرب أمانة وضد دتك كلا هرمري راشينك قف كلاسي دارك دتك كلاسي هو يجي هرمري ولو كان بهم خصاصة جاجب هاي سي إلهي جوع من خصاصة وجاجدو يكدر أنت قعدوا أبي مركب ضرنت والكي قبيا ولها إذا تسبك خصاصة فتجمل دي بهاشو أي أدكو كو قشو اسقر حيان لقاد دريمي المهم خصاصة داس هدي حتى يو حالة دا كجلو بيتتك الهرمري جلو
المهم والك يسوي كسور رجال عليه وقدنبينتي نبي هذا صلى الله عليه وسلم وكهر مري كري صلاة يوغا نبا بركض ماشي كمان بمعتين لكن هو برايا إيثار كو برايا ده تكلم الهرمري شيء وبب إيثار بو قال إلا في القربات وإدام الأبد يعني واحد بابا هنا ده ها هرمري كان هرمري لكن قربات إيثار ما قاله يعني صفقة هراك هذا أول شيء قف قال هيس كسو قليل أذار كجرة قال هو يبدل هدين دانو ولا ما ضل مسيح هذا أنا ماشي أهين مثل ما الكرسي أو موقف مالو كوسون دعس وباهن ان كل جي تاجنان كلن حالات البرالي هدي جرتو إيه وماشي اللهم يقف كاجله صف كهراء إيه حافظه امام كسحي لها ام فقيه امام كهدي وحكي ما ران صحي تاو ماشي دي مركب باص كما بليه باصل هانو قال لي لكن هذا نينك كلا ماشي كوب بدل لي ده ده سيمنتي هنا اكتر قران يفقي انه ام كل دارين انا باص يقف كلي سيد ما لانه ايثار ما في القربات مركي تاجنتا لكن حياة كل الدنيا وقف قوة هرمرين كفتا النبي صلى الله عليه وسلم درس جابه بارع حديث كان كلام قدرنا مرك حديث صحيح تمنات وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتني وأنا وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرتي إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وحن صار كيف بيقول وإني لأخر أنا لعي قاعد يدرس الله معي هذا أبوه فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أقول حيث منبر رسولك إلى حجرة عائشة أنت أقول حيث قلك عائشة أما ماشي الدجنيد مغشيا علي أنا والله مير دبولة مير كي قلت فيجيء الجائي من إيمان أي من أي مركة اللي ينقف مركة الله ماشي قصوحه قف بأسو أردي غضع وريد له على عونكي مركة لقته في جساري لقنت يعني لقتي شوي جساري لقنت يعني فيز ليه هاي ويرى حب وديا أني مجنون إنا وارنا من جن كسر الدقيق ولا قد حلي المغلي وما بي جنون وما بي من جنون وحوالينا إما ينهين ما بي إلا الجوع قاعد جاوم بأي حسب قاعد بس تبان لبي جنون رواه البخاري أبو هريرة وكشي كان يعرق يعني وارتين مركواتكتين حرمك إلى هنا أنت تقلنا الله أكوا بزوكو أنت تكتان الله وعليو من مركزوك صلى الله عليه وسلم من مركو جيريو دي أولا لي حجرة مركا هذا درجتي قرآن كسورة الحجرات يعني حجرة نسيت وقلية سورة الحجرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد هوينك سيد جنا وحجرات وروح وين وماشي من جيرانه ليفينج روم داينينج روم كي كي روم روم كأهاي وحما قيف سنة قال كجيف قال كفدي قال كمرتين ما وأن يرى صلوات ربي وسلام عليه ولذلك وقتنا عايشة مركا كشيء كان يسوع صلاة الله مركو النبي وتكلم يعني معنى ماشي يران تيدا ساس بيسوقه هرجود بجفتي وكل نبي جرى مركي إنه الركوع ما وسجوده ساس وقن جرو فنجر سو سجل ليه هي ومركي سبيس وهل النبي وفركوع كل كسجودي كله لأن الله شاس أهيد الله شاس صحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كانوا كجرا المهم هالكاسة كل يجري بيه مصاف هو إنما عارك طبعا ليش النبي كوح بعلينها هي من بركة عارك تماشي يرى الجرا روضة محا دحيه أنت من عشان كريم بيه طبعا روضة مركي جرال لسي هذا و و و أوبسيتك أوبسيتك قبل هذا أي صفات مركي جستي ماشي في ريسنجر إني مانكي أهل صفا هل كاسم كل يجلوه مغشيا علي أنا مير دبولا حلم أقول فايت مركي حسام يدين تيم هذا فيجيء الجائي مت سعداء إيمان هي فيضع ريد له على عنق مركي سلوكت جسارة اللي قلت ويرى أني مجنون أنا موديا إن وراءه وما بي من جنون من والي وحوالي من قبل وما بي ما بي إلا الجروح عن قاعد جاهن إمهين طوال البخاري طبعا تنوح المدينة يسا حالات كلا وأبو هرير وكبر رمي حالات ديسا قاعد جاهدها سيئة القبن جرته الحديثي كهري حديثي أها أفر بقول يساياشا يسديد حديثي دينا باقة مركي وخطبضة إنو أقي خطبضي عتبة ابن غزوان وكشكي مرحلة دي لصوم مرية الدنيا دي وحي تهي ويري يضو ما انت حالة دانا صوم مرتي ومرضى انساء وكالا جيحان جمنا منها فوقادن جري منها فوقادن جري مركة فما اصبح اليوم من احد الا ايش اصبح امير على مصر من ايش الامصار وان يعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا واتشان صوم مرتي الحديث الرابع عشر وعن عائشة رضي الله عنها قالت وحيت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال والله افصوه دنتي
والحال درعه عن بربريد كيس درع وحال قمك عن بربريد كو ودلك دارك او غشتو نينكا دغالمه او برتا كسميس سي ان سيفتي اي ورانكي اي فلارتي اي قلبكي لو دغالمه ان او غسو دخ دوسين او اي وخي ماركا او اسغا عيليو بروتكشن او نوقدو ايا لو ما دري درعيس مرهون مرهونه برك درعي كان باب التانيث مرهونه والحال درعه مرهونه مد لديبوسيت أما الرهن بجيئة عند يهودي من يهودي في 30 ساعة وأنا صدم سوسو من شعير أو سرين متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقى لها ممكن نفبح يا صلاة ربي وسلام عليه دين كي لقول لها وهو ديبوسيت ودي أو رهن ودي دري عيسى ودي وحكى الله ودي ما كملها وحلقها قال الإمام 30 ساعة من شعير يعني معنى وحو النبي عوني لها كانوا هلاعت كي صلاة ربي وسلام عليه صاعي تهي نرش السداس أي واحد يقول له وقب تبو بلي يعني هرد عن حديث كذا حديث شانات وعن أنس رضي الله عنه قال في رهان النبي صلى الله عليه وسلم نبي يقول رهان قلدي جاي درعه عن بربريب كيس بشعير سرن يعني بسبب شعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يعني أتجي بخبز شعير أنا وط يعني أنا أسيده وكيميس موفا هون علي لدبي وشعير كسميس إيوا إهالة سنخة هي السبق يرو مركا إسنا إسبدلي سنخة دم حلقة وضع سبق مركو مدى أما شحمي مركي وحو أي مال كل جيران مدى وحو إسبدلي يعني وحو إسبدلي بمجيب ولقد سمعته يقول حمق لمركي سؤال ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم كيسو وح ساعة ويرد معركتي لولا قام ولا صعبات وسرينا مسجى مجلي عم دير وحون العون لها وما هو بريسا لا ساكي ولا جلبت وإنهم لتسعة أبيات وأنا سجال قري سجال كاب قري دبل كم شيء بعدين في حاله كلا لا بلد بين سوي مريجرتي يلا وحما وحدها عن قري لقيش الجيرين عمرك اللي ويجي عايشة ماذا كان يعيشكم ملك اليرين حيث يروحون كنا ولين الأسودان الماء والتمر في التمر بأنه هيسن يروحون من هيسن إن كلمة الإهالة بكسر الهمزة إهالة إهالة أي الشحم الذائب وشحمك سو مركا بالمياء أما الهلالة يعني. والسنخة بالنون والخاء المعجمة أي المتغيرة ومدة إلى الدور صنطي طبعا ترد مركا معناها ينسي الحديث حديث اللي حيتمنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة وحان أركت ضباطا ورأتك أهل صفها وقال لي هذا قلق اللي يري عنها الوقي بني وقال أبو هريرة وكتر سنة وقال لي أنه ستضباطا بيكو من تضباطا بانك ما منهم رجل عليه رداء من ما أردت وته ما روض الضبو شيئا وجلن ردوه أركو حكى لجلو أنه شيء رداء إيزاء إيكساء لركو ذي انتعمل نفسيسنا رداء مركا لله ووحا مرادة قرن كسر بالله إلا هاسنا الضبو ليسا ومروا إنه قفكو اسكو الضبو لي كرا هلك إيزاركو والضبو لي ممكن إنت هاسو مع ويستو كلا وفرنت مع ويستو هاسو لك حرت كيسو هنا سيد الشالك يوحي لم يدعي ما مدوح قربه لصارتو marka fiirni ee kamida oo isku joog wax noqon kara oo kari hoos laga xirto heestama jil imma izaran ama wuxuu haystaa macwiis hoos laga xirto wa imma kisan ama wuxuu haystaa shal madjaro ama andaha shal yar ama mar yar garbaha la saarto bas faqad rabatu fi anaqi minha ay qorta saa ugu xirteen ugu soo laalmiyeen ma yablagu nisfa saaqin labada shan shalad wax gaarsiisan halkaas inta meesha laga soo xirto aad aragtay halkaas laga xiranayaa ilmo oo maro un kaliya soo noqdo wuxuu rabaa qofka kan xamadkii imaalahan inuu daboolo in shuruud baa shugeysa labada looyood ilaa laga gaaro inuu daboolo in salaad buu ku tukanayaa wa awratu ar-rajuli ma bayna as-surrati war-rukba qofka ninka ragga awradiisa in xudunta iyo labada looyood baa u dhaxaysa halkaas uu ka soo xiranayaa markuu halkaas soo xirto bay baash waxay tagaysaa ilaa labada looyood laakiin haddii uu hoos baan ka xiranayaa kor baan maran haddii uu kor baan ka xiranayaa hoos baan maran xaaladdu saasay
ومنها ما يبلغ الكعبين قار حاكم إذا مريك أي حيران إياه وحلا بدا أن قوة لمضى لبدا قوابات جارية مركي ماشي إيجارته فيجمعه بيده مركاسو يضا صعيته لما مرادو كسو قاد كوح إحرام كان حيران أوكله نوع عوين بسو قاد ضدك أد مارت إكس إل لذا أما 3XL كقاطو كلو نوع قاطان أو ضدك بعد دير حوق جينتس كا كادو سو قاد مرقف قورت ساو حرته إلا أنه حلقيا مرادو إلا أن مالك مطر من موقته عوري سوي موقن كرته فيجمعه مركز صاحب فوق بنا بيده عندي كراهة أن ترى عورته إسوء كبقية أما كهانا ديدي إن عورته إسوء الأرقاء موقته يعني اللي مرة لفت كده حكارته علم بكارته وهل كعدات كحرته وأنا هذا أنا مالهي كل جير كمية لها أسلي لهاي مركز دبيلو تيماضه اللي وحكو هس كهوس سيل ماشي ملا دبيلو تيماضه جيرك وموقنا يو طب هذا تسكر له واسمه جويني أنا هولهان ورير كان بزني ما بحنا نبكى وحنا نندي حضارة أي يترفق وكان ما لهين وضد سيدنا نسوع انكره مرك حالات داسي هان جري يكون نولايا نقول النبي قال ما لنا حديث دبي تونات رواه البخاري حديث كاس وعن عائشة رضي الله عنها قالت وحيد كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي فراش كي سوحو أها من أد من متكسم يسنهرك حشوه كاسو اللقو عفي ليف على انت جيت مراتك سيد بحلا ده بال مكوتي عن بحنا أوكلا ساس أي اللي وقف في الجير ساس أن فراش كيس أها فراش كان راقي أه مرنا اللي هي دكتور كاو في السوق أنا دبر كعلي إيو باك بون كوف في عيني هلا دبر كوف في عيني هاي إيو سرير كلا دقائق قيسي هذا لقى هاللي ما هي مرنا درين تاو نبي كده يجري لا كسام بيش رات كده الأرك يجري فراش كيس نصاص أها صلوات ربي وسلامه عليه طبعا السلام عليك أيها النبي برنامج كان المدينة المنورة اللي وصل برنامج عن جائب تسالة وحي سكوت أما بقى هي هذا أقابل السن وحي يسوك كان أنت سو خبراء وذلك سيرة النبي وحكا قري تاريخ وحكا قري بقى لسو كان قرى له ربضان ولا قرى كوة أوثق موت موس أوثق تكيير اللي كرؤو وهو معركتي توثيق صن أو الاعتماد كرنا ولا سوء رؤية كده واحد يسكت ده إن أحاديث النبي جوا حقوق قرن أحاديث النبي جوا حقوق قرن السيرة جوا حقوق قرن إن إيضا فيجو ولا العرك كرا أو موقع كرت إن السماء كده ما هيسميه المدينة لم قوي حرف قف كي تجا طبعا ما قام ضيوف إن عاد لكن قف مركز سجارة وصعد يوم ارتقاد وقصة ضد قوي وفران مدينة لا اسمها كجشيت إذا فيجوا على الوتصية إذا الضباب وحكس على الوتصية مركز واحد يسمين بيت النبي صلى الله عليه وسلم حجري في على سمينيا محبة كينو هنجري محاها كوسي هنجري رنتي مركز أركتيد مصورة ضع يسمية إقار بابا سيد قولي رسمي قال قد جاي ولوز دياري وحاس لا هذا هو أضع أقرن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقف كده الله ما مساوره يقول سيرة ضو ما بحنا إنه مركز من برد مراجع مقعدي ما ماشي كورن صحابتي بكو كورن أماكن تبقى كورن historic sites كوا كوكر everything وانتي تد وحنا هو معا سلام عليك أيها النبي وأنا دقيق ما قان إني sites كوا جرت هدي هذا جوجل كذا سان بوجي لكن ماشي سعد جبت هذا لا لا وحبنا ما شاء الله ديجا كام مغنا المهم هكاس أيوة حركة ساعة ويسود دوية وحنا ماشي صدق وصل ديجا يعني إيه ده بهاشي أد ميجا للشيء جي أو ليف كل حجرا ما شاء الله كان حديث يا سيدي تمناد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال روحي كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ينلف الدنيا إذ جاء رجل مركوي من نن ومن الأنصار أنصار تكمل فسلم عليه وسلام سانا أفدني من بايم السلام عليك يا رسول الله ثم أدبر الأنصار إنك أنصاري هدان وسكا سي دبر جيد وسي سعود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار أنصاريو كيف أخي سعد بن عبادة ولكن سعد بن عبادة يقوره أنساريها فقال يحيي صالح وسكهك سيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركوسي من يعودهم منكم يا إلى صوب قنية سعد فقام نبي استاذ وقمنا معه أننا نورع قال له استاذ نبي قال له استاذ ونحن بضعة عشر إذا دور يطلن أمنا هاي مرك هلك حديث وصعد وكان ما علينا نعال وحكى بقى أن مينا حرنين ولا خفاف
خوفنا ما ينان حرنين وخوفك واد قرانيسا ولوقت لقى سيدو سكسانت إسكال شيء الجواربت ولا قلانس كوفيد ما لحلقى حرتن ما ينان حرنين ولا قمص قميص طبعا مركلة هو اللغة العربية قميص كواسي شعر كوكالي أكر لقى حرت لأنه قميص ما قميص ده أنا والله قال هجمينين يتهي لكن عربت كان حرنا قد حرنا هاي قاركين حرين ثوب بلو معا مركي لجوغو ميل نقارن حكومة عبان معركتي حكومة عبان دشداشة مركي خليج لجوغو معايك لو كلا دوم بولي مركا انت مين حرين نمشي لدك عصا وعقعد وحن كسعوني نبي في تلك السباخ لوك عرسالة سباخو ولولك ملوحدنا له واحد لو يحيد سحراء يماش تيسا صوم مران ملوحانا له وحمركي ملوح عليه ملوح ما حنك وضع يعني عصبة له وما أردت عصبيسا عصبة نوع قران كرتا قفك وجيرك وهدي بيقول كرتا مركا لولك سداء عرسي لضاء أيام كسو عني النبي حتى جئنا إلى أن كان مسعد بن عبادة فاستأخر قومه من حوله مركزو دكي لان دبا لجوغا او ما اركتي تلكي ساء او مكا بوقش اويم كو يخر غدال بح حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نبي كسو دواري واصحابه الذين معه انت لسعوت رواه مسلم مركا الشاهد من الحديث ما هي زياره سعد ما لا الشاهد من الحديث هو كنا او مثلا ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ الأرض التي فيها هذه الفضة تنوحي موجنسة وضد واوين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا أنت سيها مر أن سأسي في غيب على تلماما 30-40 سنة دمعا أنه وضع كما الله يسوى مقف وينه كما لا أنت سكا عادي سكا تحوين معي هذا أمبا مركي بهاش انت الله أسطوري لغيه oo marba kale loo galiya oo dadku marna dhabarka xanuuna oo marna sinta ay baxda laakiin waagi fakata kama fatuur oo fagaax la dhigi jiray oo kaba laanta la ordi jiray wax dhiban ugtaada way adkay dhabar xanuun la sheegi jirin dadku meesha doonay mari jiray kullama binaadanku u horumar sameeyo kullama ay dadku civilization xadarado ila fogaato dhibkeeda wadataa xaal binaadanku waxa lagu talagalay isaga dabiicadda la isaga naxbaxo qof adadeeg leh oo meeshu doono ka boodi karo wuxuu doono عوني كر لكن هذا حركة حضارة ما يبلطي كأنها عوني كأنها عوني هذا يظهر لك الليسسك أنت هذا عوني كرتي أنت عوني كر محبة أنت هذا عوني كر نسأل إني أيد أما دقتها حتى قف لي الصبر يبغى حبة أنا عوني كر مركب معنا ما صمينا إذا مركب إن جلك يحب أنا أنا مقارن كر ما لما بنا تكون ولا تدوح طبيعي عن نهاية الصناعية فيتامين إس الله سكانه وانا اقدر كما قلت لك تين مره بدي فيش سلو شيء وحبا كان كم باوصل ده كم باوصل ده بد كان ما بيقانا شغل الله بس يعني بل صحابة رسول الله سهل له فيتامين دي الان ولا عي مقليس لكن وانت يرى حتى كف الناس كف كاس عنها مركي وقف كسا سيوكر قريوي وكف الليب نلوش مركا ساسا هي عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما حديث سيارة ابنات حلقه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اني خيركم وحين كوهو ناكسن قرني كواني هاد وقتي لجوغا ثم الذين يلونهم كوهو كوحيغا ثم الذين يلونهم مركب نبي محوط انه قرني اللي هو القرن الاول ثم الذين يلونهم اللي هو القرن الثاني قرني الاول ثم الذين يلونهم القرن الثالث سد حضارة النبي الخيرية الإذن الخيرية وحين منحصر عما كورو سنتاي في القرون الثلاثة هذه سد حضارة قرني وكي نبي وجوغي يكي كوحيغي يكي كوحيغي قال عمران ما وحي فما أدري أن ما قران كرا قال النبي إنه يري مرتين وثلاثة يعني النبي إنه يري خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أنتوا هلك مو هلك كأكي إنه ثم الذين يلونهم بس الحاد يري تابع قران كريم بيقول المهم ثم يكون بعدهم كدي وحى كدم بين قوم أو يشهدون أو مرخاتي كعي ولا يستشهدون أنا لما مرخاتي قليلين ضد أنا لو يري مرخاتي مارك ضد محكمة لها هرتو ذا تاقن صبح وشاقة تاقن ومرخاتي قد يكون هيا قد بيقو بضنت يعني وضم العرب وضم المسلمين قد بيقو بضنت يعني قف انو هنقول وكاقو لشهادة الزور وصبح وبوك الله
ويراهم كحيس بس كدبنا ليسوغو ادي باشا ودسو وانا صبح اما ضد اي categorize as لدو هو اسلاميين لدو قال ربع ان مش نقد لجي ولا ديلو ام لا توك توك كو والله صار عمله لا صار حين حل كم كم خاطي كان الدوله ده سايري ام ضد كيعي حنا بدون اساس صار كيسا وانا تاريخ ده وي سوقتي انت رفارك النبي حرمضه انت لا هي وخي ليه رج كهل علماء رج وين اي واحد محمد مقام ضدك شهاده الزور كشقي سنجري ان الهي عقوبته كسو صار ايغا اي وحي دلال اي وحي سي دلال يعني عقوبه دائمه او جوجته او فعب فع كان اسي غدته فرعان مركا باش راده نقطه وحان دي ان كودي غش باش انا ما سهلنا او بريئه او مسلمه اما مسلم يسنهين حتى وقف او بريئه اي نص انت دبي انا قل ان دلت هذيك كان هل دله مس اسال لو دله ولا دلدله يو دبي لهين انت حبسيه سيد دبي لهين عرف انت حبس اللي قلي لا سغ هل ما ما كور من بابري هذا اللي ما ما نيت كو خسر سو دغاي صدن سنه صحيح هذا مال او عيد سو حرت انا اوغي مد باو خير انه ان اسكري يقول لي سن مال سغ كات شي وما اسكري كيس سو حرت بما شاء الله وحري كدنا مد ضابط ضابط كل يدي صدن سنه سو دما تغيير يدو حرتي يصوت لي حرام نوغي بكلي يعني معنى ظلمي الى هذا الحد شاهد الزور كانوا في ما ضاعوا لها يوحي لنا نبي مركو حيري قوم باصوا بحضانة يشهدون مرخاتي كعية ولا يستشهدون أن مرخاتي قريني لا مدرسا ويخونون خيامية ولا يؤتمنون أن الآمنين وينذرون ومركا النذر قلي بلن بي قلي ولا يوفون ما يوفون يعني ويظهر فيه مسلما أي اللي كانوا كم وقانيا بي ذات كساسوك لأن ننكم الحسن لهيب ومانطن إدل دلياي متفق عليه وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إن آدم إنك إن تبذل الفضل أداد بحسد وحا عليك كاسو هاري خير لك ساسا كو ونكسل وإن تمسكه هذا سهي ستتأد باشي كل بعاشد كل جناتد وحن مبهني بلغة الله شر لك شر بكوت ولا تلام على كفاف والله شاضه هديت هاي لما قدام درج وان يرى ادي هو فلم هديت تعال هو ما هيستوي يعني قف كفاف كو ما حوار رزق النبي ويديسن كفاف كو ما حي ان انا بني ادم هذا مبهان كفاف كو قف ان يرى النفط وكعشت انه هله ما له ما حدغه اي مره يرى عورده وكو استورته الى هي او له هرتبه مركو تكنيو اي ان يرى ما ارتي نفسه وكو عشت انتاس افكا مركا لوما هستو وبدأ بمن تعول عدة عاد أدو نفقي سنة كبير الله مركا لوح بحي نيسي إن حديثي أول كيسا وحا ليل وحي أديا كاسو هار بحي يان انتان كو بحيا بمن تعول هرتو كو هر مر كو حقو له عيال كاد الشي حاس كاغا ايا حقو له كو كدب بعد مركا اقود بيسا فروع دي مركا تكسو دماتي وصوشي كسو دماتي يعني أتفسر لما تأب هو مركز تفسر لما تيد فروع ذوق واضح شو مركز تكلم لما تيد وأتكلم لما تيد حواشيلي أو حديث كلام ده شيء ما أعرف تيجي أب الله ده شيء هو يلا ده شيء أو حسي ده لأن مركز كذي ما لها كله وجدوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدق هذا لصين ذي رحم الصدق على ذي الرحم قفك حتى لا صدق هذا لو بيحونه لأنه وقرابة حيرس لأنه وحكته هاي صدق رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث كوي لواتنا وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري وحل قوري الخطمي رضي الله عنه قال قيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح قفكي وبرست منكم حار وإذن كذي كم يده آمين حاله في سربه أهل كيسة أما في نفسي نفس دي سادة أما قوم كي سلوى الله الوفا سيري في سربه إما معناه في نفسي أو في قومي معافا حال يهمد فيو في جسدي جلكيس مال ألقو حمون السمال وعنده
حالو أكتيس هذا قوت يومي مالنك أو حعون لها قوت اليوم كيس ما أنت حعون لها ده هل وجبة هو في الون ميل قفك سيدا وابريستا واب وصو إنها كلا قاضي وحاد عرفت تقول يعد عبان يسأين جل عيالك اسكول هذا مدارس سوري هذا سلامتو دني هذا قبصتي وحبه هبل مد عبادة ملحة حنون يا أبو كلها ملحة يهوي له ملحة أدنى جيرك هاي مالكو حنون يسا ملحة قاس بها صار نغضي إيو على وشي بقى يسعوت إيو مضي حيار مريم واحد عون إلا هيدنا تلاقي هذا أما معرت إيضا فراشة هاي ستاها هل ودبك وفر المال أنت وحتكو قدين يدي قفكي إنت هذا فكأنما حيزت له الدنيا وكده قف لا كاني الدنيا دي بحذافيرها إيضا رمب الدنيا بك عم مغنى هذه منتهى القناعة ماشي قناعة لا شيء جوهتان قفك الدنيا كعم مغنى الدنيا وين تحصل لكن الدنيا وحي كان مقام ده مركي أمني أنا لسه توسين وباشو أفرت جيسي كده عيسو وقرحك أجمع ريو الدنيا ده مركي أسكو ما توصلنا مركي ميد رارك ميدو عوام ريو وحنون ماركتي أسكو ما توصلنا الدنيا أسكو ما توصلنا مركي أدو نوع ما ميال لغاها يو الدنيا أسكو ما توصلنا مركي ما لنتا سوحان عون لها يدي زيرو تح الدنيا أسكو توسين مركي إنتا أسكو يسيت مركي أنا عادة مركي ما نبي بيزنس وين كما هلين أموال طائلة قناطير مقنطرة ذهبي في ظل جماعة لين لقاها جماعة لين سيفين ترامب بابا وتمنصر عليك قوانين رقم واحد لين وحصل إن ماشي من جاريا وظل هلا جماعة لين أنت قف في إسكو هلا الدون مكان مغنون بيه سر به بكسر السين المهملة سر به أي نفسه وقيل قومه أنت بالي حديث لبي الواتران أهنا حديث شان بقول لبي يتوان كتابك عن عبد الله وعن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه عنهما سيئ به وراه كان غداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيك الله نبي تقولين حرس دوشي ساحة قال وحي قد أفلح من أسلم وأولي باني قفك إسلام وكان رزقه ورزق يسون أويهي كفافا مقدام درق أويهي إن يرو كفلا وقنعه الله إلهين أكقنعيي بما آته وحي إلهي سيه راه مسلم قفكاس مرك كلمة الفلاح ليبانتو ودرجة ورز صار رسول الجار أصل هان كلمة داس لغة هان وحيكوتي ميت وبرت مرك الجويني هي كلمة دلوقتي أديك سدا يعني وقف دون من مالك سحري آخرنا ماشي وصل رئيس الجاري هدو سكوت درس صدح عن قضب قضب كل واحد أنا مسلم ته قضب كلا بعضنا إن إلهي بحي عاد عون الهيد النفط كو عشان هيد كشيء بنادم كنا قال هيد أنا عنا كون راعي على يا وحي قف واحد أركي ساق ملي النساء است أنا قنع سنين يلا بهاش وساعة كونا ده حتى أنا كل شيء كن نص قنع سنين يلا كارسي كل الدول ما بملكوا حريسي أنا قنع سنين إلى هو حب وسي أنا قنع سنين مرك معنا ما صمانش لأن قناعة أي رسيد كرسمية أسد كرسمية قعدوا ولا ذوق قناعة قناعة هدي اللي فهمه ومدة أن رادينين وانا مدة الى ايه ضدك انا مسلمين تعال انت سال الارضية وحاكم من قناع الاس نبقى بحك الشكي بير وحي مال ما اسكد قناع بير وبير وماشي كده وان صوت وصاي وحن معرتي ما الله يرى ماشي كصوت ضبطة بير بها الكاس كاس ذا بير كده بنا دوما يرى مالها اساق ولي قابل نولاش اساق اساق دير بير كده وحي وحي سواق قلب بير ونقولي اه حي حواق عباهاش ما تبديسي مالها مقالة سوء هذا بيري مال عاصمة دان ديجا بير مركا حسان اسكو ديري بحاش اينا الرعبين في العذر عدن ارتو يقول عابية لكا مركا ماشي الجيولي يعني حمو لسو توسين بير ولي يقولوا ان لسو توسين بير ولي اختار او باهم بير انت اذا سيرون بس كقو دان ديري بيقو في الليل لكن مركا سو تمدن كو نلفو قادو لان مقالينو دان نلفو قادو الدنيا رازيس كي كده بأورد كده نلفو قادو عذر نو نوفو ري هذه عذر مركا ترتبه والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم هدانا حديثا رواه مسلم باوري وعن ابي محمد فضالة ابن عبيد الله الاول من عبيد الانصاري رضي الله عنه وعن لقوري انه قال او انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عنه المقولة يقول له طوبى لمن هدي الى الاسلام وحا لان تجنو اما جنه تفاصيل فربنا بالجريه وهاتي اوكي اسلام كل جهنمي وكان عيشه كفافا وعلي لهانا إن كفلا أيتا وقني عدنا كفقا عي رواه الترمذي وقال حديث
حسن صحيح ونصار مريء حديث لم يدأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وقال لها كان رضي المقدار قال في كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحو أها يبيت متكي برية الليالي المتتابعة حبين حرير طاويا حاله يكي بقلابا والحال أهل وأهل كيسر لا يجدون عشاء وحي عنان هلين مركب لا يجدون عشاء مركب الله هو فهم من قرعة إيه يقدر على السرير إني أتوصلت عشاء وإن كم قنطة ما يوحي عنان لأن عشاء مركب كل اللاقة ما يعيش الإنسان وليس بالضرورة إن نقطة مرت فطور لعوني ما وكان أكثر خبزهم خبز أوبضا أو هي الجيران خبز الشعير هو يعني أما بوحة للدبو كميسي موفوح يدون روت يدون هم قتال أنت أوبضا بس الرينك سما يسمى روه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث حديث الخامس والعشرون عن فضالة بن عبيد الله عن عبيد الله وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها إذا صلى بالناس ضد كمركو صلاة كب حين يدجنيو يخر الرجال رجبا دعي الجري من قامتهم تجنيدي كدعي الجرين في الصلاة لحديدة من الخصاصة قاعدة درتد وهم أصحاب الصفة ورقع نفس الشيء كينين نبي سو إمامة ضد صلاة كب حين أي ضد سردوب يوغو تاغن ساو دعي الجري قو روكو دعي الجري قاعدة درتد كان إذا صلى بالناس مركو ذلك الدجنية يخر الرجال رقبا وحي دعي جري من قامات تاجندة في الصلاة الحديدة من الخصاصة من أجل الخصاصة قاعدة درتد وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب حتى يقول الأعراب إلا أني ما كان ريميك إلا ما قرر يعني ما كان إيسكي هذان هؤلاء مجانين كوا ولين فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو رسول كنت كذنا انصرف إليه مركو خلاص مركو تجدد وعني من صلاة دي ومرضى ما يسمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمرسين جري مركو حدي جري لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى هذا قران الله إذين وحي إلهي أكتس إذين أهذين لأجبتم أو لأحببتم ده وحاج إعلان الله إذين أن تزدادوا فاقة وحاجة قاعد جئي فقر إنا تسي كرب استان وسيزي يستمع وذي إعلان الله إذين تنمونها كفا كريم وحي إلهي أكتس إذين كقور هذا قران الله إذين لأحببتم وحاج إعلان الله إذين أن تزدادوا إنا زياستان فاقة فقر وحاجة باهي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الخصاصة أي الفاقة والجوع الشديد هي أربعة عشر جنيه وقعدة وعن أبي كريمة المقدام ابن معدي كريم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عن مقلع له يقول يسوع له ما ملأ آدمي آذان مبوحيه وعاء ويل ويل كاسو شرا كليت من بطن علال وحل بوحي على البوح بحسب ابن آدم آدم نوحى كفلا أكلات إن يرى العنو تاسو يقمن صلبة ونبرك أتوسي إن يرى نفط يكعش تا كفلا فإن كان لا محالة هدي لكن أي وحو يعني أن بل يمار من وقف إلى أفر حبوة تمر سد حبوة تمر هدي أترفتين باش إنت كسي زياسي والبا باشا تاتيكايو فثلث سد حدلال ضلال لطعامه راشنك هوداي وثلث سدح ضلال ضلالنا لشرابه عبيتانك هوداي وثلث سدح ضلال ضلال لنفسه بأكسجين تأيه كاب مونت تأيه اكسيرين كيلك ميروح مرانا او غلو وباشا هكا اودين رواه الترمذي إلا تقفك ادعى قرن وكا قارمها حديث حسن اكلات اي لقم وعينها ما اقان قفو اهاي من موان لهم قرن اسمها اغلي عدنو نبا وحيري وحير المسلمين تعدي انت حديث الشيخ اي قال لها دكتور بلوغ انا قاتلت محكي على هذا الشعر كان عوني كان يرى انت نحدد انت نصيد السماء انت حديث الشيخ ثلث كاس لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسي قف كادو انت قاطع انت صار كفلا وما بانو دكتور تقول دكتور انت صدق كل شيء لها لكن انا بعشو حرمنا انا اخر في جالسين الا قفكم ما اردت عراشو اي دلع على امه وحتى مال وجي سموه حديثك تضويلاتنات أهلنا حديث شم بقول سدبي يتبن وعن أبي أمامة أو قصة قبيلنا إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال وحيد ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابته رسولك وحي يوما ماني وحي كل شيء عنده الدنيا نبي يقول الله فديه
يقول النبي الله فلي بي أدوني كشكي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم النبي مركو عليه ألا تسمعون ما مقل يسأل ألا تسمعون لو مركو عليه إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان كلمة ده شو هذيك يعني هذانا وحاله فصيرة التقحل. ما هي البذاذة؟ بالباء الموحدة باء والذالين ذاذة ذاذة المعجمتين لا بعيب عليه بذاذة وهي رثاثة الهيئة أفق إن أو رفق هذا وقال كيس يوترك فاخر اللباس لك قروح سن أنه كتبه أي إيمانكم. وأما التقحل صمة فبالقاف قاف قاء والحاء تقاء. قال أهل اللغة المركبة في السنوحي المتقحل محل وضع هو الرجل وننك اليابس قللا الجلد ضبك من خشونة العيش انتظر عني درتب بسجل ما عرفتب عندي سوك صار صعب وقف أدو ضبكوي وتركي ترفه إنه كتقو فاجف فاجيس بعلم دي جن إنه ما عرفتب هاشا ترى ضبلا ما عرفت الدنيا ده إنه كتقو تاسع مركب مركب قف إنه ماذا ذا كم وقته وهيكمل من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلى هنا بالله التوفيق.